رح نبتدي بتحضير المعكرونة بالفراخ أو بالدجاج ونحطهم بالفرن وننتقل لتحضير الأطباق الثانية، بس خلينا بالأول نشوف المقادير. نحن بحاجة لنص كيلو من صدور الدجاج، نص لتر من عصير الطماطم، 2 فص ثوم مطحون، 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة زعتر ناشف، و400 جرام معكرونة مسلوقة، وكوب تشيدر، كوب من جبنة التشيدر اللي هي قليلة الدسم. خلينا نبتدي بالطريقة. طبعا بالأول الدجاج بدنا نقطعهم لمربعات. أكيد أنا رح استعمل الجوانتي. وأنا مرة جديدة رح أرجع أذكركم شوي بالمعلومات اللي كنت دايما أقولها عن كيفية استعمال الدجاج وكيفية نكون بمطبخنا نحن كتير نضاف، وكيف بمطبخنا بنكون عم نحافظ على سلامة الغذاء. أول شغلة بسلامة الغذاء أنه نحن بدنا ننتبه على نظافتنا الشخصية ونكون أو مغسلين إيدينا كتير منيح أو لابسين الجوانتي. الجوانتي حتى نمنع الانتقال، يعني نحن لما نكون عم نستعمل الجوانتي منخلص من تقطيع الدجاج بدنا نشيل الجوانتي نرميهم حتى ما يكون في عنا انتقال البكتيريا من الدجاج على المأكولات الثانية. هلا الدجاج هو وني بيحتوي على كمية بكتيريا عالية طبعا، وهذه البكتيريا إذا انتقلت، مثلا إذا أنا رجعت مسكت بإيدي اللي مليانة بكتيريا من الدجاج الني وحطيتها على الخضار، نحن عارفين إنه الخضار ما رح يتحمر ولا رح يتقلى، رح يتاكل ني، فهيدي الكمية البكتيريا رح ناكلها نية وطبعا رح تسبب على طول تسمم. مشان هيك الدجاج بدنا نكون عم نستعمله أو عم ندقره أو بإيدين نضاف نرجع نغسلهم على السريع أو بجوانتي ونرجع نرميهم من بعد الاستخدام. ثاني شغلة غسيل الدجاج. طبعا الغسيل بده يكون بالأول بمي مسقعة ونرجع نفركهم بملح، ممكن يكون الملح الخشن اللي هو أحسن من الملح الناعم، بعد إذا حطينا ملح خشن نفركهم بالملح وبنرجع بننقعهم بمي مسقعة مع خل الأبيض لمدة 5 دقائق، ورح يصير لونهم هيك أبيض مثل ما شايفينهم بالطبق عندي. أما إذا كان الدجاج متثلج عنا احتمالين، أو نشيله من قبل بليلة من الفريزر ونحطه بالثلاجة تحت، ساعتها بنصحى الصبح بنلاقيه دايب عنه الثلج، أو إذا كنا بنفس النهار بدنا نشيله من الثلاجة بدنا نشيله من الفريزر فبدنا نذوبه على السريع. أكيد كتير غلط إنه نذوبه إنه نحطه على طاولة المطبخ كده هيك من دون ولا ثلاجة ولا شيء، خاصة بالجو الحار إنه يدوب على حرارة الجو، كتير هذا شيء غلط. بدنا نفتح عليه مي مسقعة، بدنا نحط الدجاج بقلب مي مسقعة ونفتح عليهم المي لمدة ربع ساعة إلى أن يدوب الثلج عنهم وبيرجع بيصير فينا نستخدمهم. وفي عنا احتمال إنه ممكن نستعمل المايكروويف نستعمل الديفروست بالمايكروويف اللي هي الكبسة اللي بنكبسها لحتى نذوب فيها المأكولات، ممكن تكون برضو احتمال لحتى نذوب فيها حسب قوة المايكروويف، بده 20 دقيقة بده ربع ساعة حسب القوة وحسب شو اللي عم نذوبه قديه الكمية. أكيد في كتير ناس يمكن بحطوا منشيل حتى نذوب بسرعة بيشيلوا من الفريزر بحطوه بالمي المغلية، هيدا شيء كتير غلط وكتير بيسرع تكاثر البكتيريا. أبدا ما لازم نحطه ولا مي دافية ولا مي مغلية، بس بدنا نذوب الدجاج من الفريزر أو اللحمة أو السمك بنحطهم بمي مسقعة كتير باردة. أما عن ألواح التقطيع كمان برجع بذكركم، كل نوع من المأكولات اللي بدنا نقطعه بده يكون عنده لوح التقطيع الخاص فيه، إن كان دجاج أو لحمة أو سمك أو فواكه أو خضرة أو أجبان، أي نوع بده يكون في عنده لوحة التقطيع الخاصة فيه. وكتير مهم إنه نغير بالألوان تبع الألواح تنعرف كل لون مختص لا نوع من الأكل، طبعا لتفادي انتقال البكتيريا
من المأكولات بين المأكولات بين بعضها. وأنا أكيد ما بنصح أبداً باستعمال ألواح التقطيع اللي هي الخشب، دايماً بفضل البلاستيك، لأنه الخشب لو قد ما تنظف بضل موجود البكتيريا، بتضل موجودة بقلب المساء. خلصت من تقطيع الدجاج، هلأ اللي رح أعمله أنه على النار رح نحط زيت الزيتون وانتو مثل ما عارفين نحن دايما بس بدنا نحضر الأطباق هون بمعنى ببرنامج صحتين ما بستعمل إلا زيت الزيتون على النار. أما لما بدنا نكون بدنا نستعمل كمية زيت كبيرة وبدنا نحط الزيت بالفرن، برجع بذكركم خاصة إذا عم نحضر حلويات فضل استعمال الزيت اللي هو زيت النبات العادي، إن كان زيت دوار الشمس أو زيت الذرة، لأنه بالفرن وعلى درجة حرارة عالية زيت الزيتون بيتأكسد وبيتحول بيصير موجود فيه مواد غير صحية، مواد مسرطنة. فنستعمل زيت الزيتون على النار ما في مشكلة، بس بالفرن إذا كمية قليلة ما في مشكلة، إذا كمية كبيرة لا، مثلا نص كوب أو كوب بدنا على طول نستعمل الزيت النباتي. هلأ بدي أحط الثوم، طبعا الثوم لما نكون عم نحضر الدجاج الثوم كتير بيلبق للفراخ للدجاج، عدا عن انه الثوم صرنا نعرف كمان قديش صحي. رح ذكركم انه عنده فوائد مضادة للالتهاب، يعني اذا حدا عنده التهابات بالجسم قوية ممكن يتناول ثوم، ولو الثوم ني بعد بيبقى صحي اكتر. إذا حدا عنده كمان مشاكل إن كان بشرايين القلب ممكن نستعمل الثوم، ممكن ناخد ثوم لحتى نخفف، لأن الثوم ممكن ينزل من الدهون الموجودة بالشرايين، إن كانت الدهون الكوليسترول أو الدهون الثلاثية اللي هي التريجليسيرايد. وكمان الثوم بقوي المناعة كتير، وفي أشخاص كتير بحبوا ياخدوا ثوم إذا قدرتوا، يعني أكيد يمكن شيء صعب إنه نحن ناخد ثوم على الريق، لأنه كمان هيدي الشغلة متعارف عليها إنه في كتير أشخاص بيوعوا الصبح بياخدوا ثوم على الريق، هذا الشيء مش غلط أبداً. حتى على النار هون لأنه أقوى أكيد، بس هذا الشيء رح يكون مزعج. حتى مؤخراً صار في أدوية أو دواء برشانة معمولة من الثوم بس، وبرضه بتتاخد لحماية الشرايين ولحماية القلب للحماية من الجلطات والسكتات القلبية. رح نترك شوي الدجاج على النار، طبعا لما نحطه على نار عالية رح يتشوح بسرعة ورح يبلش يتغير لونه. أول ما يتغير لونه رح نزيد عليه الملح والفلفل والأوريغانو وصلصة الطماطم. طبعا هيدا الطبق اللي عم نحضره هو طبق تقريبا متكامل، يحتوي على البروتينات اللي جاية من الدجاج، بيحتوي على النشويات لأن الطبق بيحتوي على المعكرونة أو المكرونة، وعندنا الطماطم اللي هي خضار. طبعا جنبه فينا نحضر أي نوع سلطة بتحتوي على كمية خضار كبيرة، أو فينا نحضر شوربة مثل ما أنا هلأ رح أحضر معكم شوربة البصل، لأنه صرتوا حافظين أنا دايما بتكلم عن فوائد الثوم فوائد البصل. فكمان مع الثوم اليوم اللي رح حطيناه بالدجاج رح نحضر شوربة البصل، لأنه البصل مثل الثوم عنده كتير فوائد وعنده كمان حسنات، إنه مضاد للالتهابات، مضاد للأكسدة، بيحمي الشرايين، بيحمي الدماغ، وبيحمي من أمراض السرطان.
هلا صار في يزود نص لتر من الطماطم. طبعا انا عم بحضر الطبق بنص كيلو من صدور الدجاج، انتم بالبيت اكيد فيكم تحضروا كميات اكثر من هيك، اذا استعملتوا كيلو من صدور الدجاج انتم بحاجه للتر من عصير الطماطم الطبيعي، انا مع نص كيلو دجاج رح استعمل نص لتر من عصير الطماطم الطبيعي. ودايما بحب اذكركم طماطم طبيعيه احسن بكتير من انه نشتري الطماطم الجاهزه من السوق. طبعا نحن ما بدنا نخليها تنشف لانه بعد بدنا نرجع نزودها على المكرونه ونحطها بالفرن، فالعصير لازم يكون شوي زايد، رح ننطر لحتى العصير يغلي والدجاج تستوي نرجع بنحطهم مع بعضهم مع المكرونة. المكرونة هي اصلا مسلوقة، بدها تكون مسلوقة واحدة من قبل بوقت. رح احط التوابل، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة فلفل، عفوا هيدا زعتر ناشف او اوريجانو، وفيكم تحطوا كمان ملعقة صغيرة فلفل، فيكم من دون الفلفل ضلكم بس على الاوريجانو، بس انا لانه بحب نحط توابل، كل ما حطينا توابل كثير كل ما خففنا من استعمال او كل ما خففنا من الحاجه للملح بقلب الطبق. بهيدا الطبق رح احط المعكرونه اللي انا اصلا سلقتها من قبل بوقت، وانتم كمان بدكم تسلقوها. هلا افضل لما بدنا نحط المعكرونه تكون يعني سلقناها ونحطها على طول بالطبق اللي بدنا نحطه بالفرن، وعلى طول نحط فوق الصلصه، ما تكون المعكرونه بارده بالفرن، ما بدهم كثير وقت بالفرن، ربع ساعه بس لحتى يندمجوا مع بعضهم، لانه المعكرونه جاهزه، الفراخ جاهزه، ما بدنا غير بس شوي يستووا مع بعضهم. طبعا بالفرن لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 150 أو 200 حسب قوة الفرن اللي عندك.